غادي نعطيكم واحد الفطيره في الفرن بالخضر ساهله وبالعجينه ديال البانكيك. واخا غادي نحتاجو فيها 3 ديال الحبات ديال الجزر صغار اولا 2 كبار. غنحتاجو شويه ديال هذه بالنسبه للحشوه. غادي نحتاجو شويه ديال الكرم لوشو مقطع رقيق وواحد البصله مقطعه حتى هي رقيق طويله ماشي مشلده. غادي نشحروا البصله ديالنا ونضيفوا لها دوك 3 ديال الحبات ديال الجزر وديك شويه ديال الكرنب مشلط. غادي نشحروهم في شويه ديال الزيت ونضيفوا لهم شويه ديال الملح وشويه ديال البزار. صافي من بعد ما نشحروا الحشوه ديالنا غادي نحطوها وندوزو باش نصايبوا الخليط ديال البانكيك اللي فيه 5 ديال البيضات وقبيصه ديال الملح وشويه ديال البزار واحد الياغور الطبيعي واحد الخماره. وغادي نحتاجو من كاس ونص حتى 2 كيسان ديال الدقيق. غادي نطربوهم مزيان في الخلاط الكهربائي وغادي ناخدو واحد المول اللي كيدخل الفرن يعني ساهل وكتجي خفيفه وصحيه. غادي ناخدو واحد المول اللي كيدخل الفرن دائري غادي نديرو نصف الكميه ديال هاد البانكيك الخليط تاع البانكيك وغادي نديرهم فوق منه ديك الحشوه اللي درنا اللي شحلنا ديك البصله والجزر وغادي نديرو فوق منه داك الخليط اللي بقى لينا وندخلوه على الفرن طيب. ايه واخا يعني ملي كطيب هذيك العجينه كتجمع يعني هو ملي كنديروها كتكون شويه يعني سائله واخا كنفوق نديرو فوق منها الحشوه. كنديرو نصف تاع الخليط ونديرو الحشوه في الوسط ما نطيبوها ما والو حتى كندخلوها كلها راه كطيب كتجي بحال المذاق ديال البانكيك هو مشي في الخضر. واخا وديك الساعه كل واحد صحيه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك.